السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ هشام هاشم. اليوم إن شاء الله سوف ألبي طلب الإخوة الكرام في مجموعة الفيسبوك والواتساب، سوف نلبي لهم طلب في كيفية الاشتراك في جوجل أناليتكس. فطريقة الاشتراك سهلة جدا، ما عليك إلا الدخول عن طريق تدخل لموقع أناليتكس، ثم بعد ذلك سوف يقول لك ادخل الجيميل ورقم السري، ثم سوف تظهر لك لائحة هي التي سوف نراقب الآن. فأولا سوف تظهر اللائحة على هذا الشكل، سوف أدخل المسؤول، هذه كتجربة فقط. فسوف تأتي اللائحة على هذا الشكل، تمام، على هذا الشكل، هكذا بالضبط، تمام. فسوف نطرق موقع ويب، لا تطبيق الجوال، لا، سوف نختار اسم مثلا أنفو هكذا، ثم سوف نختار اسم الموقع أنفوس، ثم سوف نختار رابط الموقع بدون www.http مباشرة، انفوس هكذا مثلا، حدد الاختيار سيارات جامعة الى اخره، العاب سوف العاب الدولة مثلا الولايات المتحدة، المغرب، السودان، الصحراء الغربية، المهم ان تختار، انا مثلا المغرب. ثم سوف نقر على حصول على على شفرة، سوف اختار الدولة مثلا المغرب اين هو المغرب، ثم اوافق، تمام. يحتوي حق واحد اكثر يعني الى اخره، هناك شيء بوان كوم، نسيت ان اضع بوان كوم، اعتذر، السرعة تقتل، ولكن لا نريد ان نتأخر عليكم لان الفيديو كلما زاد كلما طرد العديد من المشاهدين. طيب سوف نقع موافق هكذا، تمام، تم بنجاح. الآن سوف يقدم لي يعني كود، هذا الكود جيد، هذا الكود، فأنا سوف أقوم بنسخه، ثم سوف أدخل إلى القالب الخاص بي، ثم الإعدادات، ننزل إلى الأسفل، ثم نضع الكود هنا، تمام. كما تلاحظ أنا وضعت الكود هنا، تمام، هكذا قم بوضعه في هذا المكان، ثم عمليات الحفظ. أيضا سوف نقوم بنسخ هذا الكود، وسوف نبحث على سوف نبحث على هكذا، سوف نبحث على هيدر، ليس بودي ولكن هيدر، هيدر ها هو، تمام. سوف نبحث على هذا الكود هكذا، سوف نضع هذه الشفرة أو هذا الكود، تمام، في فوق الهيدر، تمام، فوقه هكذا، هاو موجود هنا، تمام. سوف نقوم بوضعه في هذا المكان، ثم عملية الحفظ. بعد ما عملية الحفظ سوف تنتظر ربما 10 ساعات أو 12 ساعة أو ربما أقل، سوف ترى عدد الزوار، تمام، عدد الزوار التي تأتي آخر، تمام، سوف عدد الزوار التي تدخل إلى موقعك، تمام، التي تأتي من جوجل، تويتر، إلى آخره. ولكن سوف نقوم بتجربة مثلا في الصفحة الرئيسية، تمام، سوف أدخل إلى موقعي مثلا شخصي، مدونة هشام هاشم، مدونة هشام هاشم، سوف أختار هنا جمهور إلى آخره، سوف أختار الاكتساب، ثم بعد الاكتساب سوف أختار المصدر الوسيط، تمام، المصدر الوسيط. سوف أراقب عدد زوار، ما هذا اليوم 13191 زائر في اليوم، تمام، يعني من جاءني من تويتر 4906، من جوجل 4204، من مباشرة 3000، من كذا، من الفيسبوك، على الفيسبوك 81 على 67، يعني عدد مواقع أخرى وعديد من المواقع أخرى التي تأتي إلى موقعي. كذلك إذا مثلا أريد أن أراقب عدد الزوار الآن الساعة 9، يعني 10 11 12، يعني باقي 3 ساعات لينتهي اليوم، سوف أنقر على 5، انظر كم عدد الزوار عندي اليوم، مثلا عندي 10641، جاءني من جوجل 3273، ما شاء الله تويتر عندي شغال جيد 4717، مباشرة 1897، الفيسبوك 86 67، وهكذا مواقع أخرى، تمام. فبهذه الطريقة تتعرف على عدد، أو تقوم بعدد من يوم واحد إلى يوم 5 وتنقل على تطبيق وترى المجموع الخاص بكذا. طيب الآن إذا أردنا حذف
هاد مثلا حذف الحساب، هذا الحساب مثلا ها هو قمنا بتسميته انفو، جيد بتسميته انفو ها هو. اعتذر، لا اريد ان اقول بحذف، انما اريد اذا اردت ماذا او نسيت، او نسيت يعني نسيت الشفرة، اذا نسيت الشفرة الخاصة بالاناليتكس او ربما غيرت القالب وفقدت الشفرة، فيمكنك استرجاعها بهذه الطريقة، تقوم بالنقر على مثلا هنا هكذا انفو ثم معلومات التتبع، ثم تقوم بشفرة التتبع هكذا، ثم تقوم بنسخها وإعادة تركيبها في موقعك. أما قضية حذف الشفرة وحفظ الموقع من أناليتكس، ما عليك إلا النقر على إعدادات الموقع، أعتقد إعدادات الموقع نعم، ثم ننقل على نقر إلى سلة المهملات حفظ الموقع. السلام عليكم ورحمة. تمام، جيد. بهذه الطريقة يمكنك يعني يمكنك أن تتعرف على عدد زوار موقعك جميعهم في هذا المكان، وأعتقد قد انتهيت والأمر جد سهل، فأنت يتبقى لك فقط البحث عن ما هي هذه وهذه وما هو الجمهور وما هو كذا، وسوف تتعرف على الأناليتكس جيدا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.